إيه الغيبيات؟ ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين دول المتقين؟ أبو صفر الذين إيه؟ بالغيب. كل الغيبيات إحنا ما شفناهاش، شفنا جنة، شفنا ملائكة، في ناس بتحس بملائكة، شفنا مش عارف ما شفناش، لكن إيه اللي شفناه؟ الموت. الموت من الغيبات اللي موجودة اللي عينك بتشوفها. فلما يبقى في قلب وقرار في الامر ده يثبت به فؤاد، قلبك يثبت. فنادينا الناس واحنا في الدرج الاخير، بتيجي قبل ما تقفلي بتنادي بقى اهلها واخواتها، تعالوا شوفوا بقى لو مبتسمه او منوره، حاجات كثيره نحكي بس مش وقت. فتنمي الحاجات قلت لهم تعالوا، فبقوا يا دكتوره بلاش تقوميها، بلاش تقوميها، هم خايفين اخوهم هينزل فضلات تاني ويتبهدل. بص اتبهدل الكفى. قلت لهم لا، ها ما انتبهوش تاني، ها هو في ريحه مسك كرامات. قلت لهم تعالوا ربنا معاكم، بنتكم كانت اهلها حل مع القران، كانت بتعمل ايه تاني؟ قالوا لي كانت بتصلح الناس، بتصلح الناس على بعضها. بصوا يا خالد، أي عمل صالح يزكي، أي خير أنت ناوية شفتي فيه حد بيعمله، يا سعاد بتعملوا إيه؟ يا أخت حفيظ عندكم يعني إيه في الفقه والتفسير؟ تعالى، دكتور زهرة بتحفظوا إيه؟ طب قولي معاها. أعرف أخت والله قد بتقول كده، والله يا منسورة أنا عارفة إن أنا مقصرة، أما تيجي تروح بس خدوا حولوا عليا، حولوا عليا، ما بصحاش الفجر، طب بس رنوا بس رنوا، ما تيأسوش مني. وتعالى شوفيها اللهم بارك عليها دلوقتي، كانت لوامه 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 لنفسها لحد اظن والله اعلم فاسد، والله. فالاصل ايه؟ انا عايزه اتغير ربنا. فلما يجي يقول لك رمضان جاي الكون كله فرحان برمضان، الكون كله ورق الجنه وصفر فرح بقدوم رمضان. مين مزين الجنه بيديه لعباده في رمضان؟ مين تقول؟ ها الله عز وجل اللي قلت عليه، اسمك ايه؟ ايمان، شيماء، اغفر لاختكم شيماء قولوا امين. وزوجها الفردوس مع النبي عليه السلام واحنا معاه. الله عز وجل. فما الله سبحانه وتعالى يريد لنا كل الخير ده. اللي من فطر صائما له مثل اجر، لا ينقص من اجر شيء تعالى. شربت ماء، فسكر، اي حاجه. إيه اللي بيصلي الصلاة، طب صلي التراويح، طيب اللي بيقول طب له دعوة مستجابة، طب ألف عطيه كل يوم، يعتق يعني لا يعني مش هيكسرها تاني، يعتق يعني مش هيكسر رقبتك تاني، يعني خلاص الملك من ملوك الدنيا لما بيجي يتكلم ويقول عفوت عنه، يقول لك خلاص ده كان الملك من ملوك الدنيا ما يرجعش في كلمته، الله عز وجل الملك الملوك الملك المليك القدر المقتدر. لما يقول لك اعتقت مش داخل الله، تعالى من قلوب. اصل احنا ما بنشوفش الحاجه وبنحس قيمتها الا لما بنفهم. يعني هو موضوع النار ده صعب قوي، واحنا بنقول لا اله الا الله، بنخش شويه ونطلع، بنسمع الكلام ده من شبابنا. يجي ما احنا حبه وطحين، مين قال؟ مين قال ده؟ بص الايه، فمن زحزح زحزح عن الجحيم وجبل وزحزح زحزح عن النار، بس مجرد انك تزحزح بس قد فاز، قد فاز بس كده. ليه؟ اصل انت عندك سبع ابواب وكل باب منها جزء مقصود واحد منها مثلا سكر، سكر دي بلا زكاه لا تبقي ولا تظهر لو احد مبتلى. ليه؟ تقول لك لا لحم ولا عض تبقي، يعني لا لحم اول ما بيخشوا بيها خلاص بيختفوا ثم نعيده.